بمناسبة اليوم العالمي للرجل، فطبعا الرجل ما بيسيبش حاجه للمراه غير لما لازم يشاركها فيها، صح. واخرها هو لازم لما يدعبس فيها. نضارتي الحريمي الانثويه الصغيره الجميله اللي هيوسع لي دراعاتها دلوقتي حالا. ليه ده على اساس ان انا وشي يعني مفلطح؟ لا سمح الله، لا ده سمباتيك اكيد وشك اكبر من وشي ست مرات على الاقل. ده سمباتيك. فالنهارده وبتحديدا من بدايه من سنه 1999 تحدد كيوم للاحتفال بالرجل، اليوم العالمي للرجل. وانا احب كده دايما احط لمساتي، اضيف على اليوم العالمي للرجل اليوم العالمي للرجل المهذب، لان ده اللي فعلا يستحق ان احنا نقدره ونكرمه ونحتفل بيه. ف والله العظيم الستات دول بجد كائنات. كانت ساعتها سعاد حسني الله يمسيها الله يرحمها قالت لك كائنات لطيفات، الاغنيه بتاعت مش عارف بجد عجيبات. لازم لما يجوا يكلموا عن الراجل لازم يحطوا حاجه، ما ينفعش يبقى فيه كلام حب ومعزه كده وود سك صافي كده. لا هو في رأى بطحه على راسكو. انا بقول لما نحط كلمه مانز داي او انترناشونال مان داي، ايوه نضيف ليها الجنتلمان. طيب مش كل واحد اخذ اللقب اصبح عداك العيب. صح. احنا بقى لما بنيجي نحتفل بعيد الام بطلع انا اقول هنا كل سنه وكل ام طيبه، بس خدوا بالكو الام الحنينه الام الكذا، ولا بطلع اقول كل سنه وانت طيبه يا امي؟ لان القاعده العامه والاستثناءات هي الام الغير بلاش دي. في يوم المراه اللي هو في شهر مارس بطلع اقول كل سنه والمراه المصريه بخير، او كل سنه. نفس الشيء، القاعده العامه ان المراه مخلوقه بفطره انسانيه، ولكن الاستثناءات ده شيء تاني. زادت بقى شويه الاستثناءات. فالرجاله مخلوقه بفطره زباله لكن الاستثناءات بشكل تاني. أنا قولي بس عشان اظبطك دلوقتي مع كده. ما انا بسالك على سؤال. انا هقول لك على حاجه عشان بس ما تاخدنيش في سكه غلط. سؤال محدد، ليه التخصيص؟ هقول لك اليوم العالمي للرجال، يبقى حضرتك تطلعي تقولي كل سنه والرجاله طيبين. تامر يا امين، اي رجل النهارده هو رجل بنصفه بصفه سلبيه او ان هو ينتقص او منتقص من رجولته، السبب في كده واحده ست، واحده ست ربته. فانا مش بدافع، مش بظلم الرجاله وبدافع عن الستات. ايه علاقه ده باللي انا بقوله؟ ان انا بقول لك احنا الرجاله اللي مش كويسه هي ليه التهنئه مشروطه؟ ليه التهنئه مشروطه؟ يعني اليوم العالمي للرجال اطلعي قولي كل سنه وانتوا يا رجاله بخير. طب وهي مضايقاك في ايه قوي كلمه كل سنه وكل رجل مهذب بخير؟ عشان انا مش هطلع، عشان انا مش هطلع في مارس اقول لكم كل سنه وكل ست محترمه بخير. قول يا سيدي. لا ليه كل قول ست يا سيدي. ده شيء رائع على فكره ويسعدنا. يعني افشوا السلام واشيعوا الحب. تسامح. ما تشرطيهاش. تسامح، هخلي بالك طول وخليك هادي. والله العظيم بكش السنين. يعني انت لسه وراك حاجات عايز تمشي عشان تلحقها. والله صدقتيني بدل ما تحتجز هنا في الاستوديو. لا لا صدقتيني عندك حق. صح يلا.